فاجأت الفنانة لقاء سويدان متابع يحسبها على إنستغرام بنشر مجموعة صور للعروسين الجداد الفنان أحمد فهمي ومنة حسين فهمي، واللي من نادر جداً إنهم ينتشر ليهم أي صور مع بعض. لقاء كتبت في تعليقها على الصور رسالة لمنة بنت طليقها الفنان حسين فهمي وقالت لها ألف مبروك منوشة حبيبتي، ربنا يسعدك.